السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة الشرق الأوسط للاستيراد والتصدير. اليوم نحن بالجلف فود، أهم المعارض مختصة بالأغذية والمشروبات في دبي. هذا الجناح الماليزي. في حضور كثيف. كل أنواع الأغذية والأطعمة والمشروبات من دول مختلفة. الأكل والشرب الجاهز، مأكولات ومشروبات جاهزة، رو ماتيريال كلها موجودة. من أهم معارض الأغذية بالعالم، مشاركين دول مختلفة. لاحظنا حضور قوي، يعني زباين ما شاء الله من كل مختلف دول العالم. شركة الشرق الأوسط للاستيراد والتصدير دائما بكل جديد ممكن نقدمه لزبائننا الكرام. سريلانكا، لبنان، شو بيخطر على بالك؟ أنواع زيوت، أطعمة، finished product، raw materials، كله متوفر. هذا هب كبير جدا لهذا الاندستري. Today we are in Gulf Food 2022. This is one of the biggest exhibitions for food and beverage, raw materials and ready goods. We are today in Dubai, United Arab Emirates, to attend this exhibition.